المعلقين والمبدعين في صباح هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، نجدد لكم هذا اللقاء، وهذه هي انطلاقة شوطنا 25 الذي ينطلق في صباح هذا اليوم الخاص باللقايا من مسافة 4 كيلومترات. حفلنا الكريم مشاهدينا مستمعينا الكرام، هذه مياسة بالمركز الأول، تعود ملكيتها للسيد سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، بينما ناخذ المركز الثاني، وصلتنا برزع المركز الثاني لعبد الله بن سعيد بن علي المحشادي، وننتقل إلى المركز الثالث، وهذه وصلت حروف تعود ملكيتها لحمد بن عجر الله بن محمد البريدي المري، بينما المركز الرابع اللي غيرت في هذه اللحظات، وهذه مياسة لسالم بن راشد بن غدير الاكتبي، بينما ننتقل إلى المركز الخامس. المركز الخامس في هذه اللحظات وهذه الشحانية لمبارك بن محمد بن ضابط الدوسري في المركز الخامس. إذن الجائزة تويوتا كروزر بيك اب في الفترة الصباحية للأربعة كيلومترات، وأشواطنا العامة في يوم الجمعة 24 أكتوبر لعامنا هذا 2014. يا سلام، شوطنا 25. إذا بعد هذا الشوط اليوم الفترة الصباحية 30 سيارة، مهرجان في هذا المحلي، يعتبر يعادل المهرجانات يا اخواننا يا مشاركين في سباقات الهجن العربية الأصيلة، من هنا من أرضية الحدث عبر قناة الريان على الهواء بثا مباشر، معلقين ومتواصلين وإياكم في رحلة 4 كيلومترات في 30 شوطا في صباح هذا اليوم، بينما الفترة المسائية ستكون الأشواط 20 شوطا، خاصة لأشواطها المفتوحة، بينما سوف يكون هناك 15 شوطا في دورة البصير، أشواط النقدية للقاية من أيضا نفس المسافة. أيها الحفل الكريم، إلى مقدمة الشوط ومياسة سالم بن راشد بن غدير الكتبي القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، فدائما نكون نحن مرحبون بكل القادمين وكل الضيوف، وهذا شعار أهالي مرغم. أهالي مرغم قادمين، تشبعوا بالنوابيس. المركز الثاني، يا سلام، وصلت الضعاين، يا مرحبا بها ويا مرحبا بها، شعار خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية. يا سلام يا الزرعي، دير لبالك، ركز وانت دائما مركز. الزرعي يراقب الموقف، يقدم الضعاين وشعار احد اقطاب المنافسة القادمين في هذا العالم الساحر. خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، شعار شاهين اللي فاز في السباق الأول أو السباق الثاني على ما أظن. يا سلام، المركز الثالث، وصلتنا مياسة سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. مشاهدينا الأعزاء، في المركز الرابع وصلتنا هذه شواهين أو نيران محمد بن جلال بن ضرمان. أقف عند هذا النداء وأنطلق إلى الصراع، أنطلق إلى أهالي مرغم وأهالي الشحارية. يا سلام، 800 متر عن السيارة، مياسة لسالم بن راشد بن غدير. يا سلام، شعار خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على المركز الثاني، والضعاين قادمة يا اخوان، الضعاين قادمة في هذا الصباح في سن اللقاية مع هذه المتعة، بينما تسللت هذه المتسللة شواهين، تنطلق بسرعة الشواهين. هزاع بن سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري. يا سلام، ديروا بالكم على الرابعة، ديروا بالكم من هذه اللحظات بقولكم، لكن بعود إلى شواهين. شواهين، يا سلام، هزاع بن سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري اللي ينطلق
اللي يندفع، اللي يبدع، ينتزع سيارة هذا الشوط، ينتزع سيارة هذا الشوط، يوادع، تنطلق، انطلقت بدفع تلقائي وانطلاق سريع وانطلاق فولاذي صاروخي إلى خط النهاية مع المئة متر الأخيرة. سلام يا بن سالمي، سلام، سلام يا المنصوري، سلام السيارة إلى هذه البكرة وهذه شواهين. المركز الثاني كمل محمد بن جار الله المري. المركز الثالث مياسة لسالم بن راشد بغدير الكتبي. المركز الرابع وصلتنا الضعاين لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية. المركز الخامس وصلتنا نوادر لعبد الله بن مطر بن حمد الشامسي. أيها الحفل الكريم، إذا ناخذ التوقيت الزمني ولحظة الوصول، لحظة وصول 6 دقائق و6 ثواني و41 جزء بالثانية، توقيت شواهين لبن سالمي المنصوري المركز الثاني. وصلت مياسة أو وصلت شعار محمد بن جار الله المري 6 دقائق و9 ثواني و86 جزء بالثانية. المركز الثالث مياسة لسالم بن راشد بغدير 6 دقائق و10 ثواني و14 جزءا من الثانية.